مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج حياتنا. في حياتنا الاعشاب الطبيعيه والاعشاب الطبيه. زي ما انتم عارفين انه زمان من قديم الازل من الاف السنين كان كل الناس معتمد بناء صحتهم بشكل كويس وبشكل جيد على الاعشاب الطبيعيه. وبعد كده لما بقى يشعروا بالم او تعب او اي امراض او بعض المشاكل كانوا بيستخدموا بعض الاعشاب الطبيعيه بشكل يوديهم لإحساس بالراحة. وبعد كده بدأت الأبحاث تتطور وبدأوا يستخلصوا من الكثير من الأعشاب، بدأوا يستخلصوا منها الأكتيف إنجريديان أو المواد الفعالة اللي بتساعد في علاج الكثير من الأمراض. يعني حتى معظم الأدوية مثلا بتاعة الكانسر، أدوية البرد، أدوية التجميل، وعلى فكرة لو رحت أي مكان تشتري حاجة خاصة بالتجميل وكاتب لك عليها 100% ناتورال أو 100% طبيعي، تأكد إن دي هتلاقيها غالية، لان الحاجات دي بتتعمل بتكنيكس معين وبطريقه معينه عشان لو بشره تساعدك في علاج البشره، لو مشاكل في الشعر تساعدك في علاج مشاكل الشعر. في ناس بقى متخصصه في تركيبات الاعشاب الطبيه، في ناس متخصصه في الاعشاب الطبيعيه بشكل كبير، بدا ان هم يقولوا للناس. طبعا ما انتوا عارفين الحاجات اسعارها غاليه جدا، ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها او تعمليها في البيت تساعدك في ان انت تحسني من بشرتك، من مشاكل الشعر، من صحتك العامه بشكل كامل، او من الصحه الجنسيه بشكل خاص. طيب مين بقى متخصص في الحاجات دي؟ ممكن نقول انه احد افضل المتخصصين في مجال الاعشاب الطبيعيه وصاحب فكره كنوز الاعشاب، لانه دايما انا اقول ومقتنع تماما انه الاعشاب هي كنز، كنز لمن لديه القدره على استخدامها بشكل مفيد وبشكل جيد. معايا النهارده الاستاذ عماد رؤوف خبير الاعشاب الطبيعيه، برحب بك. اهلا وسهلا يا فندم. منورني. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. احنا في الشتاء. والشتاء معظم الناس بتشرب حاجات سخنة، ده شيء طبيعي جدا، اللي بيشرب شاي بقى بيشرب قهوة بيشرب نسكافيه. احنا عايزين نوظف بقى اللي هو المشروب الشعبي في مصر الشاي بشكل يخلينا نستخدمه بشكل مفيد وبشكل صحي ايضا. صحيح. ايه بقى الحاجات اللي احنا ممكن نستفيد منها من الاعشاب الطبيعية بشكل عام قبل ما نخش بقى على الشاي؟ واحنا تقريبا عندنا 6 أو 7 انواع من الشاي ممكن يكونوا مفيدين صحيا وبشكل تجميلي ايضا. في انواع كتير حضرتك من الشاي. عندنا حاجه مثلا زي حشيشه الليمون، ده عشب حلو جدا. حشيشه الليمون شاي اسمه حشيشه الليمون، اعشاب الليمون او حشيشه الليمون. كويس. ده بيبقى حلو جدا للاعشاب للمناعه، وكمان بيدفي الجسم على المستوى العام بالنسبه للجسم يعني. كويس. طب حشيشه الليمون ده يعني بيتزرع في ايه اكتر الاماكن اللي بيبقى مزروع فيها؟ في مصر كلها فن. يعني بيحتاج مثلا بيئه حاره. بيحتاج بيئه حاره. طيب حشيشه الليمون بتعمل ايه تاني؟ يعني ايه المواد الفعاله اللي فيها التانية اللي هي ممكن تكون بتساعدني انا لما اخد حشيشه الليمون ان انا اشعر بايه؟ هي طبعا بتعزز زي ما قلت لحضرتك جهاز المناعه. كويس. وكمان بتحتوي على فيتامين سي. احنا ممكن غير كويس فيتامين سي، والناس عندها برد كتير اليومين دول طبعا، اعتقد انه يعني فيتامين سي مع البرد والكلام ده كله هيكون مفيد جدا. صحيح. ممكن تغليها حضرتك بطريقه البراد. ده البراد ده بتاع زمان قوي. افضل الطرق اللي ممكن تغلي بيها الاعشاب الطبيعيه هي البراد بتاع زمان. تمام. حضرتك الميه اللي هي بتبقى خلاصه حشيشه الليمون اللي هي دي بنقدر دي حشيشه الليمون. دي حشيشه الليمون. كويس. بتتغلي بقى ازاي دي؟ حضرتك ممكن ناخد منها يعني مقدار مناسب للمره. قد ايه مثلا؟ يعني قطعتين، هي بتتفتح وبتاخد منها قطعتين مثلا ونحطها. تمام. وتحطها حضرتك هنا في البراد. تمام. عندنا بيكون النار. تحطها على النار. على النار بتغلي. كويس. بعد كده يا فندم حضرتك ممكن تشربها وممكن تستفيد منها في نفس الوقت. كويس. تجميليه البشر. طيب قبل ما اخد بقى في حته التجميل، انا دلوقتي شربت حشيشه الليمون، احط عليها سكر ولا ما احطش سكر؟ يفضل جميع الاعشاب الطبيعيه نستخدم ليها او نحط العسل النحل الطبيعي او العسل الابيض، فيحليها وفي نفس الوقت يديها قيمه غذائيه في نفس الوقت. بالزبط. طيب بتعمل ايه تاني غير تقويه جهاز المناعه وان هي ممكن تساعد الناس اللي عندها نقص في الفيتامينات؟ يعني ممكن يبقى مشروب للاولاد مثلا الصبح، ده مشروب صحي يعني. طبعا. طيب طبعاً. ايه تاني اللي ممكن تعمله حشيشه الليمون؟ ممكن تبقى حلوه جدا للشعر كمطهر للفروه. كويس. ازاي بقى؟ هي بتعزز الـ 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 عن طريق الشرب ولا دهان مثلا ولا؟ لا بتترش حضرتك، احنا بنستخدمها في زي بخاخ.
كويس تمام، ممكن ترش على سطح الشعر توصل للبصيلات بتاعه الشعر فتبدا تعزز من نمو الشعر. بالظبط يا فندم. كويس، ايه تاني بقى؟ يعني انا حشيشه الليمون دي انا كنت قرات عنها شويه حاجات كتيره قوي ان هي ممكن تكون بتعملها، بالاضافه الى ان هي بتعمل كمهدئ عام وبتعمل ك يعني بتزود الاسترخاء كمان في الجسم. هي فعلا لو استخدمت مع بعض الاعشاب الطبيعيه الثانيه ممكن. زي ايه بقى؟ زي البردقوش بتنظم الهرمونات، والفيتامين سي اللي موجود في حشيشه الليمون ممكن ينشط اي مواد فعاله في الاعشاب الاخرى. فهم الاثنين مع بعضهم بينشطوا فعلا الدوره الدمويه بتاعه الجسم، فبتخليك في حاله استرخاء تام. ممكن تشرب حلوه جدا جيده للمعده. للمعده يعني الناس بقى اللي عندها التهابات بقى في القولون والناس اللي معدتها دايما تعباها والكلام ده كله، ولا مطهر للمعده؟ هي مطهر للمعده، مطهر للمعده تساعد في هذا الامر، انما هي كمطهر للمعده ممتاز جدا جدا. يعني بديله كمان، ممكن تبقى بديله لبعض الادويه اللي الناس بتاخدها بعد ما تاكل اي اكل يحس انه بطنه وجعان، فممكن ياخد يشرب حشيشه الليمون. صحيح. يشرب كوبايه فالموضوع عنده يتظبط خالص. بالظبط. وممكن تستخدم كمان مع زهور البابونج. زهور البابونج. زهور البابونج معانا احنا. زهور البابونج جايب لك يا فندم. زهور البابونج هنا اهي. تمام. زهور البابونج فيها ماده حلوه جدا، هي الماده الرئيسيه اللي هي ماده الازيلون. الماده دي يا فندم بتشتغل حلو جدا على الخلايا العصبيه بشكل عام للجسم كله. كويس. بما فيهم المعده، وكمان بتستخدم حلوه جدا للقولون. القولون العصبي تحديدا. كويس. لو استخدمناها مع حشيشة الليمون الاثنين مع بعض طبعا هيدفوا الجسم بشكل عام. وكمان هتبقى حلوة جدا. يعني لو حد قاعد بردان شوية بتاع مش عارف ايه، حشيشة الليمون مع البابونجو، صح كده؟ بقوله صح؟ صحيح. البابونجو هتبدأ ان هي تديك احساس بالدفى. صحيح. واحساس بالراحة. طيب. ودفى المعدة. كويس. قبل بقى ما اتكلم عن المرمرية والشاي الاخضر واللون الذكر، عايز اسأل سؤال مهم، لانه كتير من الناس اللي عندها محلات عطارة اللي بيفرق من شخص عنده وعي بالاعشاب وهو طريقه حفظ الاعشاب. صحيح. انا النهارده ممكن اروح عند حد الاقي حاطط لي الاعشاب في شوال، او حاططها لي في كيس، او حاططها لي مش عارف ايه، اي طريقه ما. ايه المكان او ايه الحاجه اللي لما انا اروح عند حد، ايه طريقه الحفظ للاعشاب الطبيعيه اللي تخلي الاعشاب الطبيعيه زي الادويه ليها طريقه حفظ معينه بدرجه حراره معينه؟ اكيد الاعشاب بيبقى ليها طريقه حفظ عشان تضمن سلامه والاعشاب اللي انت هتشتريها. صحيح. ايه بقى؟ حضرتك ممكن تحط الاعشاب الطبيعيه في، مبدئيا لازم يكون برطمانات زجاجيه عشان تبقى عازل للحراره الخارجيه او المؤثرات الخارجيه. وممكن تحتفظ في درجه حراره الغرفه، او ممكن تبقى في الثلاجه. ممكن تبقى في الثلاجه، يعني انا ممكن احط الاعشاب دي في الثلاجه عادي، ما فيهاش اي مشكله. مش اي مشكله ابدا. كويس. يعني انا لما اروح اشتري اي حاجه خاصه بالاعشاب الطبيعيه لازم اتاكد ان هي محفوظه في علبه زجاج، برطمان ازاز، لازم مقفول ولا ممكن عادي مقفول؟ لا، يفضل لو مقفول. يفضل لو مقفول. ليه؟ صحيح. عشان البكتيريا والاتربه اللي ممكن بقى تيجي بقى من الجو او من الشارع او من الكلام ده كله. طيب، كلنا عندنا فكره دايما عن انا عايز اخس، ما تشربش شاي عادي اللي هو الشاي بتاعنا العادي ده. صحيح. واشرب شاي اخضر. مظبوط. فتروح الناس كلها تبدا تروح في اتجاه الشاي الاخضر. اي حد جايب شاي اخضر بيخس، يقول لك انا بخس، انا بعمل دايت عشان بشرب شاي اخضر. هل الشاي الاخضر مفيد في التخسيس ولا لا؟ هو فعلا مفيد للتخسيس، انما مش بنسبه 100%. التخسيس مبدئيا افضل، وافضل حاجه ان انت تعمل نظام غذائي كويس جدا. والاعشاب بتكون عباره عن وسائل مساعده. الشاي الاخضر هو مضاد للاكسده، فطبعا انتي اوكسيدنت. بالظبط. فبيريح معاك الجهاز الهضمي، ولو في اي دهون متراكمه هو بمثابه بيدوب الدهون لحد ما، انما ده مش معناه حضرتك ان انت تقعد تشرب اليوم كله شاي اخضر وتاكل كتير جدا. كويس. عمر المعادله ما يعني متوازن. مع نظام غذائي مع الشاي الاخضر بدل الشاي الرائع، واحنا مأكدين انه لا، تحط بدل ما تحط سكر تحط عسل طبيعي، فتستفيد بقيمه غذائيه وما فيهاش نسبه سكريات كبيره. طيب، الشاي الاخضر بيعمل ايه تاني غير موضوع التخسيس؟ هو كمان بيبقى كويس جدا، بيحفز المواد اللي هي لها علاقه بالجهاز الهضمي. حلو للبشره، كويس جدا للبشره الدهنيه. برضه هنستخدمه للبشره بعد ما نغليه برضه؟ ممكن. هو نفس الشاي اللي حضرتك بتشربه للبشره. طيب. اسف، بشربه للقولون او المعده. بالظبط. ممكن تستخدم نفس المحلول ده او نفس الميه المغليه بعد ما تخلص مشروب الشاي. انت ممكن تخلي شويه كده صغيرين تحطهم في بخاخ،
هترش كل يوم بالليل على البشره طبعا بعد الدونية. ما بعد ما يبقوا دافيين او يبقوا مش ضروري، المهم في الاعشاب كلها فندم استخدام البراد بتاع زمان ده افضل الاستخدامات اللي ممكن تستخدمها. ليه بقى؟ للاعشاب، عشان اولا هو بيبقى في غطاء، الغطاء ده بيحفظ الاعشاب هي وبتغلي درجه حراره ما تقلش ما تزيدش عن 90 درجه مئويه كويس، علشان يقدر التفاعلات الموجوده فيه تقدر تحتفظ نفسها بنفسها، يعني تفضل الماده الفعاله اللي موجوده داخل العشبه تفضل الماده الفعاله دي موجوده ومتوفره وما فيهاش اي مشاكل. بالظبط يا فندم. تستخدم المحلول ده حضرتك للبشره الدهنيه بشكل عام، هي بتبقى كويسه جدا لازاله البكتيريا الفطريات الخارجيه. يعني مثلا لو حد عنده حبوب مثلا او حاجه في وشه، الحبوب اللي هي بتطلع حب الشباب اللي كتير من الرجال والسيدات خاصه في سن المراهقه، شباب بيلف في سن المراهقه بيبقى عندهم الحبوب دي او اثار الحبوب. اثار الحبوب للبشره الدهنيه تحديدا، لان انتي اوكسيدنت حضرتك مضاد للاكسده، البشره الدهنيه بتبقى متعرضه لاتربه بالظبط البكتيريا، ففي الحاله دي الشاي الاخضر بيساعد كتير جدا على تنظيفها وتنقيتها. بالنسبه لحب الشباب عندنا عشبه مهمه جدا اسمها عشبه الشفاء. عشبه الشفاء، ايه بقى عشبه الشفاء؟ المرمريه. المرمريه، انت بين قوسين كده عشبه الشفاء. عشبه الشفاء دي لانها ذكرت ذكرى للسيده مريم، هي مسحت بالعشبه دي وشها، فاي حاجه كانت في الوش بعد كده بقت شجره مباركه. النبات ده بقى اي مشكله لاي حد في البشره بتزيل تماما، وهي ممتازه جدا لحب الشباب. ممكن تستخدم الميه بتاعتها برضو، ازاي برضو يعني كل الاعشاب اللي معانا بتتغلي؟ الاعشاب اللي معانا كلها بتتغلي وبتتنقع وممكن تطحن وممكن تستخدم الميه بتاعتها. طب احنا عندنا ميه سخنه وعايزين نحط عشبه من الاعشاب، نحاول ان هي لو تغلي ونحطها بخاخ ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي، ده متاح نقدر نعمله؟ طبعا يا فندم عندنا. كويس. ممكن نجرب الشاي الاخضر. كويس، شويه من الشاي الاخضر. تمام. طب الافضل بقى واحنا بنصب الشاي الاخضر ده، الافضل الشاي الاخضر ده ولا الشاي الاخضر اللي في الباكت؟ الطبيعي دايما هو بنسبه 100% الافضل. يعني الشاي اللي في الباكت ده مش، انا دايما كان بنسمع عنه حاجات كده انه الفتله دي نفسها فيها مشاكل، وانه طريقه حفظ الشاي دي بيضيفوا عليه حاجات عشان يظل محتفظ بفتره طويله ومده صلاحيه وحاجات زي كده. بالظبط يا فندم، دخل على مصنع ودخل على مكن، فانت افضل طريقه بتكون الاعشاب الطبيعيه تكون زي ما هي جايه كده محصولها الزراعي او من على الشجر. دي افضل طريقه ممكن الجسم يستفاد بيها من الاعشاب الطبيعيه. احنا كده عملنا شاي اخضر، احنا كده الشاي الاخضر المفروض نصبر عليه شويه. تمام. الميه دي حضرتك تمام، دي ممكن تشربها، وممكن بعد ما نشربها نخلي منها شويه نحطها في بخاخ زي كده مثلا. كويس. يعني احنا دلوقتي عايزين نقول للساده المشاهدين انه بعد ما غلينا الشاي الاخضر العشبه نفسها بناخد جزء من الميه، لو احنا عايزين نشرب هنشرب، ولو عايزين يتبقى جزء صغير ان احنا ممكن نستخدمه كشيء للبشره ممكن ان احنا نحطه، ومجرد بس ما يدفى نبدا ان احنا نرش بيه على البشره، بس طبعا نكون غاسلين البشره بشكل كويس وبشكل جيد طبعا، ونبدا نرش بيه على البشره. بنسيبه على البشره مده قد ايه تقريبا؟ يعني من 10 دقائق لربع ساعه. حلو جدا. بس هو هيبقى ميه ولا هيثبت على البشره ولا هو كغسيل؟ لا رزول. لا، البشره بتمتصه. 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 كويس، احنا عايزين بقى نحطه. حاضر. كويس كده احنا حطينا ده الجزء الخاص بايه؟ ده الشاي الاخضر بعد ما احنا حطيناه في ايه؟ في العبوه. طبعا احنا، طب العبوه ديت لازم تبقى عبوه معينه ولا ممكن اي حاجه؟ يفضل لو تكون زجاجيه طبعا، حفظ الاعشاب الطبيعيه والزيوت الطبيعيه يفضل لما بتبقى في عبوات زجاجيه. كويس. تمام، تقدر حضرتك تشتغل تبقى بالطريقه دي. تمام، وممكن نزود الامر بتدليك خفيف لمده 5 دقائق على البشره. يعني مثلا لو حد، يعني في بعض السيدات من كتر الغسيل ومن كتر المطبخ والكلام ده كله بيحصل ده البشره كده بتنشف شويه. طبعا لو بدات ان هي تعمل كده وراحت رشها على ايديها وثبته على ايديها شويه ودلكت ايديها كده، هل ده هيخلي البشره تعيد رونقها وجمالها مره تانية؟ تضيف عليه جليسرين، تضيف عليه زيت، تضيف عليه جليسرين جوه جوه نفس العبوة. المحلول زي ما هو كده حضرتك، ممكن تضيف معلقه جليسرين. كويس. او معلقه لوز حلو.
او معلقه زيت زيتون، لان دول بيساعدوا في زيت الزيتون وشجره المباركه. اه طبعا يعني زيت الزيتون ده من افضل الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا ممكن نستخدمها سواء كغذاء او حاجه للبشره او حاجه للشعر يعني. صحيح. كويس. طيب احنا اللي عندنا اللبان الذكر والجينسنج. اللبان الذكر كنت زمان قديما اي حد عنده شويه كحه ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله يقول له بس خد لبان ذكر واغليه وقوم اشربه، فهتلاقي ان الكحه او المشاكل اللي عندك بدات ان هي تروح بشكل كبير. صحه ده بقى ايه؟ مطهر جدا للجهاز التنفسي. حلو جدا لازاله البلغم والكحه، يعني عشبه ممتازه جدا جدا. هي في الحقيقه مش اعشاب، هي عباره عن بتبقى شجره. هي بتيجي من قلب الشجره. بتشيل الجزء اللي موجود خارجيا من الشجره وبتعرضها للهواء، ففي الحاله دي بتبقى عباره عن احجره بالشكل ده. اللبان الذكر ده بيستخدم لاكثر من علاج. هو حلو جدا للجهاز التنفسي زي ما قلت لحضرتك. كويس. ممكن تاكلها زي ما هي كده الحجر، تمضغها. كويس. تعمل ايه بقى لما في المضغ؟ حلوه جدا للهضم للمعده. بتريح المعده، مضاد للبكتيريا لو لسه واكل اكل من شويه في اي نسبه بكتيريا بيبقى حمايه ليك. كويس. وكمان هو كولاجين طبيعي للبشره ممتاز جدا. كويس. يعني الناس اللي عندها مشاكل في البشره هتطحنه ولا هتعمل فيه ايه؟ يعني ولا هتغليه؟ ممكن يتطحن ويتزود عليه ميه ورد او جليسرين او اي زيوت طبيعيه زي الخروع او الجوجوبا. بيتعمل ماسك على البشره، وممكن حضرتك زي ما هو بتستخدم المحلول بتاعه انا من نفس الطريقه اللي عملناها. كويس. طب انا لو الاستخدام بتاعه انا دلوقتي غليته وبعد ما غليته حطيته بخاخه زي دي استخدمه كم مره؟ يعني مثلا الجرعه بتاعته او مده الاستخدام بتاعه يعني كل يوم مثلا مرتين؟ كل ليله. ايه؟ كل يوم؟ كل ليله. كل ليله لمده قد ايه تقريبا واحس انه بنضاره في البشره؟ احس بتغيير امتى؟ يعني انا دلوقتي لو سيده عندها مشاكل مثلا في البشره فبتستخدم بقى سواء بعد مشاكل بعد الميك اب مثلا بيحطوا بقى الحاجات اللي ممكن تكون معظمها مش صحيه يحطوها على وشهم، بعد كده لما بيشيلوها بيبقى فيه يعني البشره ما بتبقاش فيها النضاره الطبيعيه بتاعتها. فهي مثلا عايزه قبل ما تنام تعمل ده، هتعمل ده كم مره عشان تشعر بالتحسن في البشره بتاعتها؟ لو قبل ما تحصل اي مشكله لا قدر الله يفضل لو استخدمته كل يوم بالليل بعد الميك اب، يبقى زي مزيل للميك اب. ممكن تستخدمه كمان مرة للتعزيز في تاني يوم في النهار. أسبوع هتبقى زي الفل. أسبوع يعني تبدأ تشعر بنتيجة اللبان الذكر بعد ما ترشه وتبدأ إن هي تستخدمه أسبوع كامل ورا بعض، تبدأ إن هي تشعر بنضارة في البشرة وتبدأ تشعر إن البشرة حصل فيها تحسن. بالظبط. عشبة الجينسنج، والجينسنج ده في منه تقريبا أكتر من نوع، يعني تقريبا في جينسنج الأحمر وفي جينسنج تاني أكتر من نوع، بحيث إن هما بيستخدموا يعني الهنود بيستخدموهم في تعزيز القدره الجنسيه عند الرجال. بالظبط. بيعمل ايه عشبه الجنسنج؟ الجنسنج هو افضلهم الهندي طبعا. بيبقى شكله كده يعني زي ما انت شايف حضرتك عامل زي الخشبه، شبه الخشبه. ده حلو مقوي للاعصاب، مقوي للاعصاب بشكل عام. على فكره هو لو بصينا عليه لو حضرتك مسكته تاني ده نفس الشكل بتاع الخلايا العصبيه. صحيح. يعني الخلايا العصبيه او النيورو سيستم بيبقى نفس الشكل بنفس الطريقه دي كده، هي نفس الرسمه دي تقريبا يعني. بالظبط. فهو بالفعل لهذا السبب هو من اقوى مقويات الذاكره. الذاكره يعني بقى الطلبه بتاعه الثانويه العامه والناس ممتاز. اللي بتنسى بشكل مستمر يقدروا ان هم يستخدموا عشبه الجينسنج او الشاي الجينسنج. بالزبط. عن طريق ان هم برضه بيتحط في بيتكسر بقى ولا بيتحط زي ما هو كده؟ هو المفروض ان هو بيتطحن. 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 انا جايب لك العشبه زي ما العشبة هي نفسها. هي وشكلها كده على الشجره. لما بتتطحن حضرتك ممكن تستخدمها مع القهوه. ممكن تستخدمها مع الحليب. وكمان في ناس ممكن تستخدمها مع عصير الليمون. كويس. حلو جدا لصحه القلب. مقوي الاعصاب زي ما قلت لحضرتك. كويس للزهايمر، للذاكره. ممتاز جدا جدا جدا. كويس. الشمر. احنا معانا النهارده عشبه الشمر. فين بقى هي؟ الشمر دي يا فندم؟ انا يعني تقريبا من الاعشاب اللي بسمع ما شفتهاش كتير. دي اسمها الحبه الحلوه. الحبه الحلوه. في مطاعم الهند كلها جنب الملح والفلفل.
شمر، يحط لك طبق صغير كده فيه شمر بعد ما تخلص وجبتك. هم طبعا عندهم الاكل حامي جدا وحرق يا صعب، محتاج انت تقي طول الوقت جهاز الهضمي بتاع حضرتك، فهو حلو العصر للهضم ممكن تاكله كده. حلو فعلا، طعمه حلو، حبه حلو عشان هو محلو فعلا طعمه. يعني في زي طعمه بيبقى حلو. وممكن تطحنه كويس. لو طحنته وحطيت معاه زيت الخروع بيبقى ممتاز جدا جدا لكثافه الشعر. بيعمل ايه بقى تاني الشمر؟ الشمر حلو للجهاز الهضمي، بي بي بيبقى مضاد للبكتيريا، محلل للرياح، حلو جدا لغازات المعده. في ناس كمان بتستخدم الشمر في حالات التخسيس. طبعا التخسيس طول ما انت معدتك مستريحه، في الحاله دي انت بالفعل كده بتحرق دهون، فالشمر بيعزز هذا الامر في هذه العمليه. كويس. انا شايف رمانه، الرمان من انا كلنا بنفصص الرمان وناكله اللي جواه ونرمي كل اللي بره وخلاص. وانا دايما مقتنع انه اي حاجه ربنا خلقها اكيد من جوه ومن بره ليها فايده، بس تعرف ايه هي الفايده اللي جوه الحاجه دي. الرمان ده ممتاز جدا لكل مشاكل المعده. الرمان كبذره من جوه ولا رمان كقشره من بره؟ كبذره وكقشره. القشره دي بتحتوي على فيتامينات حضرتك. احنا لو جبنا القشره دي يعني كل الناس دلوقتي، احنا في موسم الرمان، كل الناس دلوقتي بتشتري الرمان. طبعا هو طعمه جميل جدا وحلو كمان كعلاج للحموضه بتاعت المعده وتقرحات المعده، عشان خفيف، عشان هو سبحان الله يعني ربنا خلقه لنا عشان نستفيد منه، وطعمه كمان جميل. القشره دي حضرتك كل الناس بترميها. ده طبيعي حضرتك بترميها، اي حد بيرميها، كل الناس بترميها. القشره بس الرمان وكل اللي جوه وخلاص الموضوع انتهى. نرمي القشره، القشره دي حضرتك كنز موجود عند كل واحد في البيت. هو للاسف يعني احنا هنا عشان نفكر الناس مدى اهميه الاعشاب الطبيعيه، وان كل الناس وكل الشباب ممكن تستخدم الاعشاب الطبيعيه دي عشان الحفاظ على صحتهم بشكل عام. مش لازم تبقى عندك مشكله معينه عشان تلجا للاعشاب الطبيعيه. كويس. هي عباره يعني عن، انت عايز تقول انه انت بتستخدم الاعشاب الطبيعيه مش بس لما يحصل لك مشكله، انت بتستخدمها كغذاء وشكل وقائي، ان انت قبل ما يحصل لك مشكله في البشره او مشكله في الجهاز الهضمي، يعني انت نظف الجهاز الهضمي باستمرار عن طريق الاعشاب الطبيعيه دي. كل يوم كل يوم كل يوم. انت عندك البابونج ده يعني حلو جدا لمساله القولون. انت لو نظفت قولونك كل يوم حضرتك انت بتحافظ على صحتك على المدى البعيد بشكل كبير. المعده زي ما هي بيت الداء والدواء في نفس الوقت. صحيح. اذا كانت معدتك كويسه فهتلاقي ان صحتك كويسه، معدتك فيها مشاكل كل صحتك وكل جسمك هيتبهدل. فهي فعلا مقوله صحيحه ومقوله جيده، حتى من خلال الواحد وهو في حياته لما يلاقي حد معدته تعبانه هيلاقي ان هو صحته بدات تتدهور. قولون عنده تعبان هيلاقي ان صحته بدات ان هي تتاثر بالقولون، يحصل له مشاكل عضويه، مشاكل نفسيه، يبدا ان هو يبقى متضايق بسبب المشاكل دي. صحيح. كويس كده. طيب انا النهارده لما قلنا بعض الاعشاب، جزء خاص بالشاي وجزء خاص بلبان الذكر والجينسنج او عشبه الجينسنج، دلوقتي انا كمواطن عادي جدا عندي ابني مثلا عنده فرط في الحركه، بيتحرك كتير، عايز اعمل له حاجه طبيعيه غير الحاجات اللي هي بتبقى موجوده باستمرار ان هي ممكن تاثر عليه بشكل مستمر. عندك التمر هندي، عصير الرمان زي ما قلت لحضرتك، البابونج كويس جدا، ممكن نضيف عليه عسل نحل، ممكن نضيف عليه لبن او حليب. في كمان بالنسبه للاطفال كل العصائر فريش حلو جدا. عندك البلح ممتاز للذاكره. دلوقتي في بلح ما شاء الله، بلح موجود دلوقتي متوفر. عصير بلح حليب. ايه بقى في بلح الوادي الجديد؟ البلحه دي من تقريبا من افضل البلح اللي ممكن ان اي حد يستخدمها. تفتكر ايه سبب ان هي افضليه البلحه دي؟ علشان التربه هناك جيده جدا وصالحه لزراعه البلح. من اللي خلاني افتكرت بلحه الوادي الجديد ده ان انا رحت اشتري بلح، فقال لي بلح الوادي الجديد لقيت سعره 3 أضعاف تقريبا سعر البلح العادي او البلح الطبيعي. فقلت اكيد في سر وراء ارتفاع سعره بناء على كل اسعار البلح اللي موجود في السوق دلوقتي. الطريقه اللي يعني اللي بيستخدموها لجني البلح بتكون ممكن تكون يعني مكلفه بعد ما، فعشان كده بيبقى
او الثمره نفسها بتبقى كويسه جدا، بتاخد مده اطول من بعض الانواع التانية في الزراعه وفي كويس. هناخد اتصال تليفون يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. لو سمحت يا فندم، انا كنت بسال على سوء التغذيه. انا دلوقتي عندي 34 سنه وابتدى جسمي ان هو يقل شويه. يحصل له ايه؟ ابتدى جسمي يقل شويه، يعني خسيت شويه، كنت حاجه و70، ابتدى ينزل من حوالي سنه كده، ابتديت انزل تدريجيا لحد ما وصلت 34 54 انا اسف. دلوقتي 54؟ ايوه يا فندم. فكنت عايز اعرف حاجه، بس حاجه عشبيه كويس تزود لي الوزن دوت. انت بالطول قد ايه؟ الطول 163. 163. طيب الوزن قليل في مناطق معينه ولا الجسم بشكل كامل؟ لا الجسم عام. الجسم عام. ماشي محمد، شكرا جزيلا. استاذ عماد هيرد على حضرتك. هو عنده 34 سنه، وزنه 54 كيلو، طوله 163، والانخفاض الوزن في الجسم كله بشكل عام. واضح ان هو يعني جهاد ذهني، بيجهد نفسه في العمل، او في مفاجات عنده يعني نفسية لحد ما أدت إلى هذا الأمر. هو هيبقى كويس جدا بالنسبة له يأكل بلح كل يوم، يهتم بزيت الزيتون جدا في أكلاته كلها، عصير بلح مع عسل نحل مع حليب، وكمان ممكن يستخدم الكاجو. الكاجو بس الكاجو غالي، يعني خلينا نقول إنه الكاجو هو حلو جدا، بس عشان تستخدم الكاجو مرة مرتين ممكن الإمكانيات المادية ما تسعفش كل الناس ان هم يجيبوا الكاجو ده. صحيح. فايه الحاجات البديله الاقل سعرا وتدي نفس النتيجه؟ ممكن يستخدم زي ما قلت لحضرتك البلح، يعمل عصير خاص ويشربه، هيبقى حلو عصير جدا. عصير خاص؟ اه. يعني يجيب الخاص ويعمله عصير، ياخده بقى مره مرتين في اليوم ولا ثلاث مرات مع كل وجبه؟ مرتين لثلاث مرات في اليوم، ويحلى بعسل نحل يبقى كويس جدا. يتحلى بعسل نحل. بس انت مصمم برضو ان الناس ما تحط السكر؟ افضل حاجه طبعا العسل النحل الطبيعي يا فندم، للجسم كله وشفاء لكل الناس. اكيد. والسكر يعني كل ما نقدر نقلل منه، هو الملح طبعا بيكون صحي. الملح والسكر. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تحلي الاكل غير الملح؟ غير الملح؟ يعني ممكن تظبط الاكل كده غير الملح، مع الملح يعني لو حطيت شويه ملح قليلين، ايه اللي اقدر احط معاه تاني من الاعشاب لو في حاجه معينه نقدر نحطها تظبط الموضوع شويه؟ يعني ممكن يشتغل على الكمون، ممكن يحط بقى بهارات البيت العاديه، تظبط مع الطعام وفي نفس الوقت تديله فايده كويسه للجسم. كويس. طيب دلوقتي معظم الرجاله، الاستاذ محمد بيشتكي من ان الوزن قليل. معظم الرجاله لما بتزيد في منطقتين اساسيتين، هي منطقه البطن والارداف. ايه الاعشاب الطبيعيه اللي ممكن تكون سهله وبسيطه الناس تعملها في البيت وتظبط موضوع زياده الوزن في منطقه البطن ومنطقه الارداف؟ هو طبعا الاعشاب الطبيعيه زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه، هو مجرد وسائل مساعده. حضرتك محتاج ان انت تنظم غذائك كويس جدا. اقل حاجه في الرياضه تقدر تعملها، ممكن تعملها لو تمشيت كل يوم 30 دقيقه. يا سيدي مش فاضي علشان الشغل وظروف الحياه، احنا ممكن نعمل طريقه قديمه جدا اجدادنا كانوا بيعملوها. ايه بقى؟ البلاستيك الرولينج. بلاستيك الرولينج اللي هو البلاستيك اللي بنغلف بيه الاطعمه. كويس. ممكن تلفه في المناطق المراد تنحفها، وممكن لو منطقه البطن في حاجه اسمها تكميم معده كده، بس بطريقه بلدي قديمه جدا. ايوه. بتبقى مريحه للشخص ان هو طول. يا فندم في حاجه بالنسبه يعني كل ده، انت في علاقه بينه وبين عقلك. انت لما بتتعب نفسك شويه في الاول، زي لما بتبقى انت قررت الصبح ان انت تلعب جيم، ينفع حضرتك تروح صاله الجيم وتلعب، تتعب اول يوم بالظبط، وتلعب يومين ثلاثه وبعد كده تروح تبطل؟ لازم تنتظم، لازم توصل لعقلك رساله، عقلك بيسمع كلامك. لو وصلت له رساله ان انت بالفعل محتاج تعمل الحاجه دي وعندك قوه اراده، فانت يعني بتطلق هذه الاراده في ان انت تصمم على هذا الحاجه اللي انت عاوزها، النظام اللي انت ماشي عليه. كويس. طيب انا خلينا ناخد صوت تليفوني. ام عبده السلام عليكم. ام عبده. طيب ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت انا ممكن اسال؟ اتفضلي مع حضرتك، اتفضلي استاذ عماد مع حضرتك، اتفضلي. استاذنك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون.
محمد. ايوه انا بسال الدكتوره على حاجه، الكلف اللي في الوش. حاجه ايه؟ الكلف اللي في الوش مكان الحمل وكده يعني. كنف الوش؟ ايوه. طيب تمام، حاضر استاذ عماد هيرد عليك دلوقتي. شكرا لاتصالك يا ابو محمد. كلف الوش حضرتك شفت الرمانه دي؟ ايوه. من فضلك يا ستي ما ترميش القشره، حضرتك ممكن تجيب القشره تغسليها كويس، هتنضفيها بعد كده هتطحني القشره زيت طحنه في الخلاط عادي، طحنه في المطحنه بتاعت المطحنه العاديه اللي في البيت. زيت خروع او زيت زيتون لو عندك في البيت، هتعمل منه ماسك مرتين في اليوم لمده اسبوع، هتلاقي بقى في توحد في اللون وهتبدا مشاكل الكلف تبقى افضل ان شاء الله. كويس، يعني هتمسك دلوقتي القشره نفسها بعد ما تفصص بقى الرمان منها، تحط القشره في المطحنه ما ترميهاش، هتطحنها تنضفها، وبعد ما تطحنها هتطلع مطحونه بالظبط، هتقوم حاطة عليها معلقه مثلا ولا قد ايه؟ معلقه خروع حلو جدا، معلقه خروع كبيره أو معلقه زيت زيتون كبيره، او معلقه زيت زيتون. كويس، وبعد ما تحطهم فيها تسيبهم فتره معينه لحد ما يعني يمتصوا يعني يدوب بعض، ولا هتستخدمهم على طول؟ هي هتعجنهم على بعض، هتعجنهم على بعض، وممكن تحط سنه ميه دافيه. كويس تمام. على بشره نظيفه بتوزع الماسك على بشرتها، بتسيبه من ربع ساعه لتلت ساعه، بعدين بتفرك فرك يعني دائري خفيف زي عمليه تدليك كده حول البشره. بعد كده بتشطف ميه عاديه جدا، لا هي دافيه ولا هي ساقعه، الميه الملحنه فيها النظيفه زي الفل. طيب خلينا ناخد صوت تليفوني. استاذ اقبال السلام عليكم. استاذ اقبال السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضلي. ماشي، عايز اكلم الدكتور. طيب استاذنك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. توطي التلفزيون. ماشي حاضر. طيب. طيب بس امي عندها التهابات على البنكرياس، وممنوع منها الدهون والاملاح والحاجه الحراقه، فكنت عاوزه حاجات يعني بديله ليها او وقايه. طيب حاضر، هنرد عليك يا استاذ اقبال. حاضر، والف سلامه على الوالده. استاذ اقبال، والدتها عندها التهابات في البنكرياس وعندها دهون وما بتقدرش تاخد حاجه حراقه، ايه الحل؟ طبعا هي في الحاله دي هيبقى عندها طبعا السكر. تحاول لو في زيت زيتون موجود في البيت يفضل، لو ما فيش زيت زيتون هتروح عند اي عطار هي تعرف ان هو موثوق منه، فتجيب من عنده ورق الزيتون. ورق الزيتون؟ ورق الزيتون هتغليه لها من مرتين لثلاث مرات كل يوم. كويس. وتنقع لها رجلها في معلقتين جنزبيل على ميه مغليه، وتوضعهم في طبق بلاستيك صغير كده، وتحط رجليها كل يوم قبل ما تنام لمده ربع ساعه. ده هيبدا ان هو يعالج مشاكل الالام اللي موجوده في الرجل، وهيبدا يعالج كمان مشاكل الخاصه بالتهابات البنكرياس والدهون كمان اللي موجوده. اكيد في دهون على الكبد ممكن تبقى موجوده. لو دهون على الكبد تسال العطار نفسه اللي هتجيب من عنده روان ورق الزيتون. هتطلب منه تقول له عاوزه 100 جرام روان، ده هتدي له كل هتدي لها كل يوم 100 جرام روان. روان هتغليهم؟ هتغليهم برضه، مش هتحط عليهم سكر خالص. كويس، هتحط عليهم ايه، عسل ولا مش هينفع؟ يفضل لو من غير اي حاجه خالص في حاله التهاب البنكرياس. كويس. طيب احنا كنا خلينا نرجع للنقطه الاساسيه اللي انا كنت بسال عليها، هي كنا نقول انه في تكميم معده طبيعي، الناس اللي عندها مشاكل زياده في منطقه البطن او الارداف مش كبيره اللي هي الشكل الطبيعي اللي موجود عند معظم الناس، قلت لي بيلفوا كيس بلاستيك، كيس البلاستيك وتقفل بسكارف كده او اي حاجه عندك قديمه تقدر تستخدمها لهذا الامر. واضح ان احنا ملناش نصيب نكمل النقطه دي. خلينا ناخد صوت تليفون. استاذ احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. بالنسبة للوالدة عندها خشونة المفاصل، وكانت تعمل عملية بس سرعة الترسيب عالية، وراحت لدكتور الباطن بتاع المسالك وطلعت سرعة الترسيب 100-120 وخدت علاج، وبعد كده قال لها ما ينفعش مشوار العملية وعشان ممكن المفصل كده يتفرد، فاحنا مش عارفين ايه اللي يخلي سرعة الترسيب تنزل، وهي عندها برضه حتة الكحة شوية انها دايما برضه عشان عضله القلب ضعيفه شويه، برضه ساعات مش بتقدر تمشي عشان المفاصل بتاعتها ورجلها. وزنها كبير ولا وزنها قد ايه؟ لا وزنها في حدود 70 وطولها 160. يعني في زياده حوالي 10 كيلو. بس هي يعني خسّت عن الاول بكثير شويه. ما عندهاش سكر ولا ضغط ولا اي حاجه. ما عندهاش لا سكر ولا ضغط ولا اي حاجه. الكحه عندها يعني كحه بسيط. انها تنام بالليل، في حاجه لو تخليها تقدر تنام مثلا وصفه
عشان بتغلى جوه بالليل يعني. معلش يا سيادتي كثيرة وبارك الله فيك يا دكتور. يا أستاذ أحمد سؤال قبل ما تقفل، في مشاكل في التنفس؟ هي عندها نهتة ان عضلة القلب كانت ضعيفة شوية عندها ايه؟ علاج للسيولة، عضلة القلب ضعيفة. تمام. ماشي يا استاذ احمد، شاكر جدا لاتصالك وهرد على حضرتك دلوقتي. هي الحاجه عنده بتشتكي من خشونه في المفاصل وسرعه ترسيب، وبما ان سرعه الترسيب عاليه فاجراء العمليه بيتوقف لحد ما سرعه الترسيب ان هي تظبط. الحاجات اللي هي ممكن حاجتين بقى تظبط سرعه الترسيب اللي موجوده عندها الزياده دي، وفي نفس الوقت ممكن ان هي حاجه تدهنها على الركبه فتعمل زي مسكن وعلاج طبيعي لمشاكل خشونه المفاصل، وده موجود عند كتير من الناس على فكره بالمناسبه. تمام فندم. في حاجه حضرتك ممكن بالنسبه لموضوع الترسيب، هتشرب كركديه وممكن تغلي حبه البركه. كويس، بس الكركديه هيبقى مناسب جدا مع مشاكل عضله القلب. هو بيقوي بالفعل عضله القلب، بيظبط الضغط كويس جدا في حاله انه في ضغط او ما فيش. بالنسبه للركبه ممكن تدهن، هي لو عندها كركم في البيت، كركم كويس. يعني سرعة الترسيب هتستخدم كركديه سخن ولا بارد؟ هيبقى دافي. كركديه دافي تمام. كويس. او مغلي حبه البركه، او مغلي حبه البركه. كويس. دول كده بالنسبه لسرعه الترسيب. هتستخدمه كم مره في اليوم؟ من مره لمرتين في اليوم معقول جدا. كويس. قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ بحب اسال الاسئله اللي هم بيفكروا فيها دايما. قبل او بعد مش هتفرق. كويس. طيب بالنسبه ل مشاكل خشونه المفاصل، معلقه كركم على ربع كوبايه زيت زيتون. كويس. هتدفي زيت الزيتون تدفئه خفيفه على النار. كويس. هتوضع معلقه الكركم على زيت الزيتون، هتنقعه يوم. هتجيب شاش على طبق. شاش على طبق. هتاخد منقوع الكركم اللي في زيت الزيتون على الشاش اللي في الطبق، هتعصر منه الخلاصه بتاعت زيت الزيتون، الكركمين، ماده الكركمين الموجوده في الكركم. كويس. في الحالة دي هينزل لها مزيج من خلاصة الزيتون والكركم. كويس. هتدهن منه كل يوم مرة بالليل قبل النوم. نعيدها تاني. تمام. هتعمل ايه؟ ربع كوباية زيت الزيتون. معلقة الكركم. كويس. هتدفيهم على النار. كويس. هتنقعهم ليلة. كويس. تاني يوم. هتجيب شاش على طبق. كويس. هتوضع كل المزيج ده كله على بعض على الشاش. كويس. هتجيب الشاش، هتعصر الخلاصه بتاعت الكركم مع زيت الزيتون، طبق صغير كده، هتخليه مخصوص كل يوم بالليل قبل النوم تدهن. يدهن الركبه او المفاصل كلها. كويس. خلينا ناخد صوت تليفون. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا استاذ محمد، اتفضل. تعالى خلينا الدكتور. اتفضل. انا طولي 165 ووزني 93 كيلو، ايه الوزن المناسب؟ طيب هو في زياده في مناطق معينه ولا زياده متوزعه على منطقه؟ لا، منطقة البطن. النقطة اللي كنا بنتكلم عليها. تمام. حاضر يا استاذ محمد، هرد على حضرتك دلوقتي. طوله 165 ووزنه 93، فده وزن عالي جدا، وتقريبا الدهون متجمعة في الجزء الأسفل اللي هو جزء خاص بمنطقة البطن والأرداف. نقول بقى الجزئية بقى، دلوقتي فرصة نقول الجزئية الخاصة بالحاجة اللي احنا ممكن نعملها، يعني ما تكونش مكلفة، اللي هو يلف حاجة على بطنه، كيس أو حاجة، بنعملها ازاي؟ دي حضرتك هتلف الرولينج البلاستيك على المناطق المراد تنحفها زي ما قلت لحضرتك. على البطن، هيلف على البطن. على البطن. هي طبعا انت مع الحركه المفروض المنطقه دي بتتعرق، فبتشد معاك الجلد وتحرق دهون في نفس الوقت عن طريق طبقه الجلد. فانت طبعا في الحركه دي الرولينج ده ممكن يلم منه. فانت بتجيب سكارف كويس كده، خامة كويسة، بتشده على منطقة الأرداف أو منطقة البطن زي ما أنت حابب، وسيبه من نص ساعة لساعة كل يوم أنت وبتعمل أي حاجة في البيت، بس تبقاش قاعد طبعا. تمام. ويبدأ أنه في خلال قد إيه يبدأ يشعر بنزول الوزن؟ يعني من أول 3 أسابيع في حالة الوزن اللي لسه قايله دلوقتي. كويس. طيب خلينا ناخد صوت تليفون. أستاذ عفاف السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضلي. أكلم الدكتور حضرتك؟ اتفضلي مع حضرتك. انا عندي 54 سنه وشايله مراره، وعندي قولون تقرحي، يعني من ورا ما اعمل حمام وكده احس بتقل وتعب من الداخل، بس قالوا لي مش شرخ ولا بواسير، يعني ما تعملش كده. كنت عايزه حضرتك حاجه، الله يخليك. حضرتك بتشتكي من اي امراض ثانيه غير الموضوع ده؟ لا، انا شايله المراره بس، وهو الموضوع القولون التقرحي ده، يعني من ورا كده بحس بتعب وتقل وعدم راحه يعني. حاضر يا استاذ عفاف، هنرد على حضرتك. عايزه حاجه بديل المراره يعني تهدم معايا. حاضر يا استاذ عفاف، هنرد على حضرتك دلوقتي. شكرا لاتصالك.
عندها سن 54 سنة، عملت عملية المرارة، شالت المرارة، عندها مشاكل في القولون، عندها قولون تقرحي، في مشاكل، وبالتالي هي محتاجة حاجة تزود سرعة العظم وتفضي موضوع القولون. احنا تقريبا كنا اتكلمنا عن النقطة دي. عصير الرمان، عصير الرمان، عصير هتاخد الرمان اللي جوه وهتعصره، تعصره زي ما هو وتشربه فريش في نفس الوقت، معلقة كروية على معلقة ينسون، هتغليهم في براد زي ما قلت لحضرتك، او لو ما عندهاش براد هيبقى اي كنكة وتتغطى اثناء غليها على النار، تسيبها من 5 دقائق لسبع دقائق على النار، هتصفي المشروب تشربه مرة مرتين كل يوم. قالت عندها ايه كمان تاني؟ عندها القولون التقرحي وعندها وشايل المرارة، فعايزة حاجة لسرعة الهضم. تشرب عرق السوس الدافئ، عرق السوس البلدي بتاعنا اللي بنشربه في رمضان. ده هيعمل ايه؟ ده حلو جدا لمسألة المرارة، هيريح معاها. طيب كويس، معانا استاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل. لا لو سمحت لحضرتك، عندنا الاطفال فجاه تلاقيها سخونه مفاجاه، وبتستمر مثلا فتره حوالي 3 ايام، فاحنا عايزين نعرف الاغذيه او الاطعمه اللي هي ممكن تخفض درجه الحراره. الاغذيه اللي ايه؟ اللي هي تخفض درجه الحراره، اللي هي مناسبه وملائمه لدرجه الحراره، ان الحراره ما تعلاش، او اي مشروب او اي حاجه. حاضر يا استاذ محمد، هرد عليك دلوقتي، شكرا جزيلا لاتصالك. استاذ محمد بيقول انه الاطفال بيجي لها بعض الاحيان كده انه بيحصل لها سخونه مفاجاه، سخونه مفاجاه، هو بيقول ايه الاعشاب الطبيعيه؟ يعني اكيد الاطفال دايما بيبقى مناعتهم ضعيفه شويه فبيتعبوا من كتر الادويه. ايه الاعشاب الطبيعيه اللي ممكن ان هي تقلل من درجه الحراره؟ كل الخضار وكل الفاكهه يشربوهم حبه البركه، حلو جدا. كويس. عنديهم زيت حبه البركه. البركه، حبه البركه، الحبه 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 السوداء. كويس، تتغلي، تتغلي ويشربوها على عسل برضو، مع العسل او من غير عسل لو الاطفال مفيش اي مشكله. لو مش متاكد ان العسل اللي موجود عندك طبيعي 100%، يفضل لو تشرب الاعشاب بدون اي عسل او سكر. كويس، ده هيبدا ينزل السخونه الخاصه بالاطفال، وممكن كمادات ميه ساقعه على منطقه الاقدام من تحت وتريح الجسم خالص، بعد شويه هتلاقي الحراره نزلت ان شاء الله. كويس، خلينا نخش على تليفون ام ايمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا يا ام ايمن، اتفضلي. مشكرين على البرنامج الهايل ده. اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. اكلم الدكتور لو سمحت. معاك، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست الكل. والله انا عندي جوزي عنده خربشه في الكبد. عنده؟ عنده ايه يا ام ايمن؟ خربشه في الكبد. حته تليف صغير يعني. تليف. تمام. تليف على الكبد، طب استاذنك بس توطي صوره التلفزيون يا ام ايمن. ماشي يا مهند. طيب الزوج عنده تليف على الكبد وكانت عايزه حاجه طبيعيه تساعد في علاج التليف. اسالي اي عطار على حشيشه الليمون، هي سعرها مش مكلف جدا يا ام ايمن، وتغليله مره مرتين كل يوم، ومره مرتين كل يوم الشعير. يعني هتشتري حشيشه الليمون اللي هي دي، اللي هي دي، ده شكل ليها شكل تاني ولا هو ده الشكل بس؟ لا هو ده المفروض الشكل ده. هتغليها هتغليها مرتين في اليوم، مرتين في اليوم، مرتين في اليوم الشعير، مرتين ومرتين، هتنضف الكبد وهتتنشط تنزيمات الكبد عنده ان شاء الله زي الفل ان شاء الله باذن الله. على فكره ايه الحاجات بقى اللي ممكن تحافظ على الكبد قبل ما يحصله اصلا تليف؟ الشعير حلو جدا جدا جدا، مشروب الشعير، مشروب الشعير، البقدونس ممتاز جدا جدا جدا. الحاجات دي حضرتك احنا قلنا يعني الوقاية ارخص من العلاج بكتير جدا، ده اصلا مبدأ في الصحة العالمية، اول مبدأ كده الوقاية خير من العلاج، ده رقم واحد. كل الحاجات دي موجودة عندنا في البيت، لو قدرنا ان احنا نستخدمها كروتين صحي، هو ربنا خلقها لنا زي الاكل وزي الشرب، فهتستفاد كله هيستفاد. كويس، ناخد اتصال تليفوني. طيب استاذة ايمان من اسوان، اهلا بك يا استاذة ايمان. استاذة ايمان. ايوه الو. اتفضلي يا استاذة ايمان، معاكي. معاك يا فندم، اتفضلي. استاذنك يا استاذه ايمان، تعالي صوتك شويه بس. اللي حضرتك انا متجوزه من 17 سنه. متجوزه من 18 سنه؟ تمام، وما حصلش خلفه، يعني جوزي كان عنده ضغط حركه وكده، مفيش افضل ممكن نستخدمه يعني؟ طيب حاضر حاضر، هنجاوب حضرتك دلوقتي. هو الزوج عنده ضعف في حركه الحيوانات المنويه، وبالتالي ده ادى لعدم حدوث انجاب، وطبعا بقى لها 18 سنه متجوزه. ايه الحاجات او الاعشاب الطبيعيه اللي ممكن تزود حركه الحيوانات المنويه او العدد، او تعالج مشاكل الحيوانات المنويه؟
هتجيب عشبة مريم اللي هي المرمرية. المرمرية. المرمرية هتنشط الخصوبة عندها، عملية عند الخصوبة الزوج. عندها عند الزوج. وتشربها مرتين ثلاث مرات في اليوم. الزوج هيشرب. ده هو المشكلة في ضعف حركة الحيوانات المنوية بالنسبة للزوج، هي الدنيا عندها كويسة وزي الفل. هتشربها هي وهيشربها هو، هي ثلاث مرات وهو ثلاث مرات، هي دي العشبة الشافية، فهم الاثنين لما هيشربوها ان شاء الله ربنا باذن الله هيتقبل. طب الجنسنج بقى؟ الجنسنج هتبقى بالنسبه له هو، هينشط عنده الحيوانات المنويه وهينشط عنده نسبه الخصوبه بشكل كبير. هيستخدمها كم مره في اليوم؟ الجنسنج هتبقى مره واحده بس في اليوم. المرمريه مرتين لثلاث مرات ليه، مرتين ثلاث مرات ليه. كويس. طيب دلوقتي يعني احنا تقريبا اتكلمنا عن حاجات كتير قوي في الحلقه دي، تجين كل حاجه اصلا لوحدها نتكلم عنها فترة أطول. عايزين حلقات أكتر بكتير عشان نتكلم عنها بقى، نتكلم عن بقى الأعشاب وفوائدها وتفاصيلها أكتر من كده، لأن كل حاجة من دي إحنا لو اتكلمنا عنها حلقة أعتقد إن إحنا نحتاج حلقة تانية وتالتة. في نهاية الحلقة عشان في ناس ما كانتش متابعة الحلقة من الأول، عايزين نجمع بقى الحاجات اللي إحنا اتكلمنا عنها في خلال 3 4 دقايق. إحنا قلنا إحنا في فصل الشتاء كلنا بنتعرض للإنفلونزا والبرد، فحضرتك لو كل واحد قدر بمناسبة أو من غير مناسبة قدرتوا تشربوا أي حاجة من الأعشاب الطبيعية، هي بالمناسبة عندنا كلنا في البيت، قشر الليمون بدل ما بعد ما بتعصروه، بدل ما تعصروه وترموه تقدروا تجمعوه كله وتغلوه تعملوا مشروب حلو جدا، ليمون مع النعناع، هيريح المعدة وهيخلي الجسم يبقى دافي وهيبقى مكافح ضد أي إنفلونزا وأي برد إن شاء الله. كويس، ده بالنسبه لده. طيب بالنسبه بقى الرمان بقى، ايه الحاجات الثانيه اللي زي الرمان اللي الناس تقدر تجيبها؟ عندنا البرتقال هيبقى ان شاء الله الايام اللي جايه، كل الخضار وكل الخضرات عموما بشكل عام تقدر تشربها تقدر تغليها. الخضار يا جماعه ممكن يتنشف عادي جدا ويتغلي زيه زي الاعشاب الطبيعيه بالظبط. الخضار. الخضار ايه اكتر حاجه في الخضار ممكن ان احنا نستفيد منها؟ البقدونس حلو قوي قوي. كويس. عندنا الجرجير طبعا، ده كبير ده. حديد 100%. عندنا الخس فول ممتاز. كويس. الشمر زي الفل. كويس. كل الحاجات دي ممكن تتنشف تتغلي تتشرب هتدفي المعدة وهتحافظ على الجسم من اي مشاكل انفلونزا او برد. كويس. استاذ عماد رؤوف خبير الاعشاب الطبيعيه، انا بشكرك شكرا جزيلا وجودك معانا النهارده. تشرفت بحضرتك يا فندم وتشرفت بالساده المشاهدين. فرصه دايما ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه اخرى من برنامج حياتنا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج حياتنا. كنا معاكم في حلقه النهارده اتكلمنا عن الاعشاب الطبيعيه وفوائدها الصحيه والعلاجيه الطبيه اللي انت ممكن تستفيد منها. كان معايا طبعا الاستاذ عماد رؤوف خبير الاعشاب الطبيعيه، بشكره طبعا على وجوده معايا في هذه الحلقه، وان شاء الله باذن الله نشوفكم في حلقات قادمه اخرى. ولحد ما اشوفكم الحلقه الجايه لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.